واحد من أكبر الألغاز اللي حيرت علماء الفلك والتي تتعلق بفكرة توسع أو تمدد الكون. إزاي العلماء قدروا يكتشفوا إن الكون بيتوسع وإزاي قدروا يقيسوا التوسع ده؟ ويا ترى إيه هي المفاجأة اللي اكتشفوها لما شافوا نتائج قياساتهم؟ وإيه السر وراء إن الكون بيتمدد أصلاً؟ وإزاي ده كان مؤشر ليهم عن ماضي الكون ومستقبله؟ كيف توصل العلماء لطريقة قياس سرعة المجرات؟ وإيه هو دور تلسكوب هابل في قياسات سرعة الكون؟ وإزاي قدر تلسكوب جيمس ويب مع تلسكوب هابل إنهم يوصلونا لنتائج أكثر دقة ويفجروا مفاجآت جديدة خلال الأيام اللي فاتت؟ وهل الضوء القادم من النجوم البعيدة هو المفتاح لفهم الظواهر دي كلها؟ ولا المادة والطاقة المظلمة بيلعبوا دور أكبر في فهمنا لتوسع الكون؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها النهاردة. يلا تعالوا ندخل في الموضوع على طول، بس ما تنساش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، وتابع حلقات مهمة جدا بعد العيد إن شاء الله في أحدث اكتشافات جيمس ويب. ومش ناسيكم يا أخوانا يلي مهتمين بانفجار النوفا اللي حيظهر قريب، وفي انتظار رصد قريب ليه من دلوقتي ولحد شهر سبتمبر، وحنعلن ده على طول على منتدى القناة إن شاء الله. في أوائل العشرينات تقريبا سنة 1920 حاول علماء الرياضة إنهم يحلوا معادلات أينشتاين للنسبية العامة علشان يتنبؤوا بمصير الكون، ولكن ما كانش فيه ملاحظات أو تلسكوبات متقدمة تساعدهم وقتها في حسم الجدل، وهل الكون بيتمدد ولا بينكمش ولا هو ساكن وثابت ومش متغير. وكان في نظريات وجدل كبير حوالين قياس سرعة الكون. جه العالم إدوين هابل واستخدم خبرته الواسعة في التلسكوبات علشان يقدر يرصد ويجري قياسات للنجوم، وخاصة نوع من النجوم معروف باسم سيفايد ستارز أو النجوم المتغيرة، وهي نجوم شديدة اللمعان بيوصل لمعانها من 500 إلى 300 ألف مرة أكتر من الشمس. والنجوم دي تسمت بالاسم ده لأنه بيحصل فيها تغير في السطوع أو الضوء اللي بيوصل لنا منها وبنرصده من الأرض، والتغير في سطوع النجوم وفي النوع ده من النجوم بيكون سبب التغير ده يا إما داخلي زي وجود النبضات أو الانفجارات اللي بتحصل للنجم، أو تغيرات في حجمه زي الانكماش والتمدد. والفترة اللي بيتغير فيها سطوع النجوم بيتراوح ما بين يوم إلى 100 يوم، يعني مدة قصيرة. ومن خلال الكيرف بتاع تغير سطوع النجوم بيقدر العلماء انهم يقيسوا المسافة للنجم ده بشكل دقيق عن طريق قياس نبضات تغير سطوع النجم، وبالتالي معرفة المسافة. إدوين هابل حاول هو وزميلته هنريتا ليفيت انهم يقيسوا التغير في سطوع النجم، وبالتالي بمعدلات معينة قدروا يحسبوا المسافة بين النجم والأرض، وبكده حددوا سرعته. وهنا بس معرفوش ان الكون بيمتد لأبعد من مجرتنا، لكن قدروا بالملاحظات يأكدوا ان النجوم البعيدة عننا تبدو ليهم انها بتتحرك بشكل اسرع. وفي عام 1929 قدروا يحسبوا واحد من اهم الاكتشافات في علم الفلك، الا وهو ثابت هابل، وهو عبارة عن ثابت بيعبر عن مدى سرعة توسع الكون. وفي البداية كان تقديرهم 500 كيلو في الثانية لكل ميجا بارسك او فرسخ فلكي، والفرسخ الفلكي هي وحدة قياس مسافات في الفضاء وبتساوي 3.26 سنة ضوئية، يعني الفرسخ الفلكي الواحد تقريبا 3.26 سنة ضوئية. ومع تطور الأدوات والتلسكوبات قدروا من خلال القياسات يقدروا انها 70 كيلومتر في الثانية لكل ميجا بارسك، ولكن النتائج دي ما كانتش بشكل قطعي الحقيقة، ومن خلال استخدام طرق تانية ومحاولاتهم لقياس ثابت هابل طلعت معاهم نتائج مختلفة. والحقيقة ان الطريقة اللي اعتمدت على النجوم المتغيرة سيفايد ستارز كان ممكن تولد اخطاء في القياس، لانها بتعتمد على ما يعرف بطريقة سلم المسافة الكونية كوزموك ديستانس لادر، وفي الطريقة دي بيقيسوا المسافات الاول في النظام الشمسي، وبعد كده بيستخدموا المسافات علشان يقيسوا المسافات للنجوم القريبة، وبعدها النجوم الابعد، ثم المجرات الاقرب، وبعدها المجرات الابعد، وهكذا. فبالتالي اي خطأ في واحد من القياسات دي هيخلي القياس في الاخر فيه نسبة خطأ كبيرة. وطوروا العلماء بالاعتماد على الطريقة دي واستعانوا بنوع اخر من الشموع القياسية، الا وهي انفجارات المستعرات العظمى للنجوم. والانفجارات دي بتنتج لما بيكون عندنا نجمين في نظام ثنائي بيلفوا حوالين بعض، وواحد منهم بيبدأ بسحب المادة من النجم الشريك ليه، ويحصل انفجار ضخم جدا بيستخدموه العلماء علشان يقدروا يحددوا المسافة وبالتالي السرعة. والحقيقة ان العلماء اكتشفوا مفاجأة تانية، الا وهي ان الكون مش بس بيتوسع لكنه بيتوسع بمعدل متسارع،
وكمان قدروا يعرفوا معلومة، وهي ان المجرات الابعد بتبعد عننا بمعدل اسرع من المجرات القريبة، وكأن الكون عبارة عن عجينة كده في ايدين الخباز، وكل لما يفرد في العجينة دي بتبتعد مكوناتها عن بعضها، وبيحصل نفس الكلام ده في الكون، فكل ما نبعد هنلاقي المجرات بتبعد عننا بشكل اسرع. وفي الحالة دي لجأ العلماء لتفسير ده بوجود طاقة غامضة تسمى الطاقة المظلمة Dark Energy، وهي طاقة غامضة موجودة في كل مكان في الكون، والعلماء بيقولوا انها السبب في تسارع توسع الكون. وكأن الطاقة المظلمة دي زي المردنة كده او النشابة او الفرادة، الخشبة اللي بنفرد بيها العجينة، وهي القوة او الثقل اللي بنستخدمه في فرد العجينة. وكذلك في الكون الطاقة المظلمة هي القوة اللي بتفرد الكون وتساعد في تمدده. وهنا جت نقطة مفترق الطرق، واحتاج العلماء انهم يسلكوا طريق من الاثنين، لاما انهم يطوروا اكتر من الادوات والقياسات بطريقة سلم المسافة الكونية، وانهم يلاقوا مجرات اكتر بتحتوي على النوع ده من الانفجارات، لاما يلجأوا لطريقة تانية تحسن اكتر من قياساتهم وتكون مباشرة وتقلل نسبة الخطأ. وهنا وقع الاختيار على اقدم ضوء موجود في الكون، وهو اشعاع الخلفية الكونية المايكروية CMB، والإشعاع ده تم إطلاقه بعد 380 ألف سنة ضوئية من الانفجار العظيم، ومنتشر في كل مكان في الكون كأنه خريطة كونية وبصمة أحفورية للكون بعد الانفجار العظيم، وبيحمل معاه معلومات مهمة عن حالة الكون المبكر. وقدروا يحسبوا ثابت هابل، والنتيجة طلعت معهم تقريبا 67.4 كيلومتر في الثانية لكل ميجا بارسك، ونسبة الخطأ تقريبا 5%، وده كان من خلال القمر الصناعي بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. ولكن بعدها وباستخدام طريقة المستعيرات العظمى، قدر العالم آدم بيس وفريقه انهم ينشروا ورقة بحثية فيها قياس لثابت هابل ب 73 موجب او ناقص 1، 73 كيلومتر في الثانية لكل ميجا بارسك. ومؤخرا في طريقة تالتة قدروا يقيسوا بيها ثابت هابل، وهي عن طريق الجرافيتيشنال ويفز، موجات الجاذبية، واللي هي عبارة عن تموجات في نسيج الزمكان بتحصل لما بيصطدم اتنين من النجوم النيوترونية ببعض. وبسبب الكثافة والجاذبية العالية جدا للنجوم النيوترونية بتنشأ عنها موجات بيقدر العلماء يرصدوها، ويستخدموا شكل إشارات موجات الجاذبية علشان يحسبوا مقدار الطاقة اللي أطلقت من الاصطدام الجبار ده. ومن خلال مقارنة الطاقة بالوقت اللي وصلت فيه الموجات للأرض وقدرنا نرصدها، بيعرفوا المسافة وبالتالي السرعة، والنتائج بتاعتهم كانت لثابت هابل كانت تقريبا 70 كيلومتر في الثانية لكل ميجا بارسك. والحقيقة الاختلافات في القياسات دي بتعرف بتوتر هابل، هابل تنشن، زي لما تقول لواحد كده بالعامية المصرية مالك كده متنشن ليه، يعني مش على بعضك او مضطرب. وهو اختلاف قيمة ثابت هابل لتوسع الكون باختلاف الطريقة اللي بنستخدمها علشان نقيس سرعة توسع الكون. طريقة منهم كأننا بنبص للكون المبكر، وهي الطريقة اللي بنستخدم فيها CMB، والطريقة التانية وهي سلم المسافة الكونية اللي بنستخدم فيها النجوم المتغيرة والمستعيرات العظمى علشان نقدر نحدد سرعة التمدد في المجرات الأبعد. والحقيقة ان ممكن يبان ليك ان الاختلاف في الأرقام مش كبير كفاية، لكن الاختلاف ده مهم وبيمثل فرق في فهمنا للنماذج الكونية اللي بنعتمد عليها علشان نقدر نقيس ثابت هابل. لدرجة ان ادم ريس عالم الفلك في جامعة جونز هوبكنز والحائز على جائزة نوبل جات له تنشنة كده برضو من الموضوع ده. الراجل يعيني دخل في توتر وقال عبارته الشهيرة: لا يهمني ما ستكون عليه قيمة ثابت هابل، اريد ان افهم لماذا افضل ادواتنا وتلسكوباتنا لا تتفق مع بعضها البعض. يعني بالمختصر ادم ريس احتار في التلسكوبات يا جماعة الخير. وهنا جه وقت تدخل تلسكوب جيمس ويب، واللي بيبلغ قطره 6.5 متر، وأدواته الحساسة للأشعة تحت الحمراء. والعلماء توقعوا أن تلسكوب جيمس ويب ممكن يحل لنا مشاكل كتيرة لو كان السبب في الاختلاف ده هو خطأ في القياسات، لأن لما بنحاول نرصد النجوم المتغيرة بتظهر لنا أكثر سطوعا علشان الضوء اللي جاي من النجوم اللي حواليها، فممكن بسبب كده تكون الحسابات غير دقيقة ويكون ده سبب اختلاف ثابت هابل. وطبعا تلسكوب جيمس ويب قدم لنا نتائج افضل في رصد النجوم المتغيره والمستعيرات العظمى، قدم بالفعل صور اكثر وضوحا ودقه، وفي الدراسه دي رصدوا حوالي 1000 نجم متغير وعدد 8 مستعيرات عظمى. ولكن هنا جت الصدمه، ان النتائج اللي طلعت من تلسكوب جيمس ويب لقياس ثابت هابل كانت نفس النتائج اللي قاسها تلسكوب هابل. وهنا العلماء اكتشفوا انهم قدام لغز في فهم الكون او الفيزياء اللي بتحكمنا، واكد لهم انه مش مجرد خطأ للقياسات.
في تفسيرات مقترحة لحل المشكلة. أول تفسير كان إن في بداية الكون والتسارع كانت الطاقة المظلمة، وهي طاقة غامضة مش بنقدر نرصدها لحد دلوقتي، كانت في شكل آخر غير الشكل اللي موجود عليه في الكون الحالي لما برد، وإن الطاقة المظلمة هي السبب في تسارع تمدد الكون. لكن الحقيقة إن الاقتراح ده مبهم وغير واضح، لأن طبعا إحنا لسه ما نعرفش أي حاجة عن طبيعة الطاقة المظلمة وهي بتتكون من إيه بالضبط، وكل اللي نعرفه عنها إنها بتشكل تقريبا 68% من حجم الكون، وبتعتبر تأثير معاكس لتأثير الجاذبية. علشان كده افتراض تأثيرها هو السبب الأكثر شيوعا لتمدد الكون بمعدل متسارع. التفسير الثاني أو النظرية الثانية بتقول إن التناقض ده سببه حاجة اسمها الإشعاع المظلم Dark Radiation، والنظرية دي بتقترح وجود جسيمات دون ذرية زي الإلكترونات والنيوترونات والفوتونات، والجسيمات دي بتقدر تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء وبتدور حوالين الكون، بالتالي بتؤدي إلى توسعه، أو إنه كان في الكون المبكر كمية من الإشعاع وأثرت على التوسع الكوني زي جسيمات ممكن نسميها الفوتونات المظلمة، ودي جسيمات شبه فوتونات الضوء لكن مش بنقدر نشوفها. الحل الثالث بقى في حل حديث تم تقديمه لينا، وهو إن ممكن يكون السبب في حاجة قدامنا لكننا متجاهلينها ومفكرناش إنها ممكن تأثر بالشكل ده على توتر هابل. أحدث الدراسات اللي تم نشرها مؤخرا اللي حاولت تفسر ظاهرة توتر هابل وفكرت برا الصندوق، وهي إن ممكن يكون سبب اختلافات القياس هو مكان وجود مجرتنا في الكون، يعني المكان اللي عايشة فيه مجرتنا في الكون، البيئة الكونية اللي قاعدة فيها مجرة درب التبانة. المجرات في الكون يا إخوانا متوزعة في مجموعات بشكل ما مع بعض في حاجة بتسمى العناقيد المجرية، ومجرتنا موجودة في عنقود اسمه عنقود لانياكيا، والعنقود ده بيضم حوالي 100,000 مجرة في مسافة تقريبا 500,000,000 سنة ضوئية ومتجمعين مع بعض بشكل معين. ومجرة درب التبانة بتقع في منطقة شديدة الكثافة من العنقود المجري على مسافة 500,000,000 سنة ضوئية، ولكن لما نبص من بعيد شوية هيظهر لنا العكس، كأننا كنا بنبص بعدسة مكبرة في حتة صغيرة، ولكن لما تشيل العدسة وتشوف الصورة من بعيد هتقدر تشوف تفاصيل أكتر، وهي ان مجرتنا بتقع بالقرب من منطقة كثافتها اقل من المتوسط في الكون وقطرها حوالي 2,000,000,000 سنة ضوئية، وسموا المنطقة دي بالفراغ الفائق سوبر فويد. ووجود الفراغ ده بيقدر يأثر على قياساتنا لمعدل التوسع، علشان المجرات الموجودة داخل الفراغ بتتجه انها تتحرك نحو حافة الفراغ علشان تقدر تقرب من المناطق الاكثر كثافة. فبالتالي لما نقيس مدى سرعة تمدد الكون بنشوف ان التمدد اسرع بسبب الدفعة اللي سببها التدفق الخارجي للمجرات اللي بتتجه نحو حافة منطقة الفراغ الفائق، وده هيخلي بالنسبة للقياسات ثابت هابل يكون اكبر من المتوقع. طبعا وللوهلة الاولى تحس ان ده فعلا تفسير منطقي وعظيم وافضل من التفسيرات اللي فاتت، ولكن في الحقيقة التفسير ده ما كانش مقنع بالنسبة لكتير من العلماء، وشككوا في وجود فراغ بالحجم ده بالنسبة لنماذجنا الكونية القياسية اللي بنقدر نقيس بها المسافات، لأن لما نبص في تفاصيل الفرضية دي هنلاقي عوار وأخطاء كتيرة فيها مش هنقدر نسردها في الفيديو النهاردة علشان ما نطولش عليكم. علشان كده لجأ الباحثين إلى فرضية تسمى موند، أي ديناميكيات نيوتن المعدلة، ودي فرضية بديلة للجاذبية اقترحت في الأساس علشان تقدر تفسر سلوك المجرات من غير ما نحتاج وجود المادة المظلمة، ولكن الفرضية دي في حد ذاتها مش بتقدر تشرح خصائص أكبر الهياكل اللي موجودة في الكون، فبالتالي هي تفسير ضعيف. فحاول العلماء يضيفوا عنصر تاني وهو نوع جديد من الجسيمات يعرف باسم نيوترينو العقيم سترايل نيوترينو، وبيقولوا إن نوع مختلف من المادة المظلمة اللي بتقدر تتماشى مع فرضية موند علشان تقدر تشرح الهياكل الكونية الفائقة زي عنقود لانياكيا والفراغ الفائق الموجود فيه، وهي فكرة خارج الصندوق ولكن تحتاج لبحث كبير، خصوصا لعدم اتفاق الكثير من العلماء بوجود الفراغ الفائق ده وصعوبة قياس الكثافة الإجمالية للكون بالنوع ده من القياسات. وفكرة النيوترينو العقيم المطلوبة علشان نحقق النموذج ده هي فكرة افتراضية بحتة ومش موجودة على أرض صلب، وأهم شرط لنجاح النموذج ده إن مجرتنا تكون موجودة في مركز الفراغ الفائق مش على الحافة، ودي صدفة يصعب إنها تكون موجودة طبقا للأرصاد الحالية. وفي النهاية لسه العلماء بيحاولوا يلاقوا حلول للغز من أعظم ألغاز الكون، وحل اللغز ده هيقربنا خطوات أكتر إننا نفهم الكون حوالينا ونقرب أكتر لاكتشاف طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة والمراحل اللي مر بها الكون المبكر لحد ما وصل لشكله الحالي وغيره كتير من الألغاز.
وعلى الرغم من ان تلسكوب جيمس ويب على غير المتوقع زود الحيرة في موضوع توتر هابل، الا انه فتح الباب للباحثين انهم يفكروا في افكار خارج الصندوق، وممكن بسببها يكون في فيزياء جديدة وجسيمات جديدة تفسر لنا اشياء زي الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، ولو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا الجديد في قناتكم انفوسفير. قناة انفوسفير قناة فلكية بتهتم بعلوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية. ولو حابب تدعم فريق قناة انفوسفير فزرار القلب موجود تحت، واكيد راح نقول لك شكرا. وعلى وعد باللقاء في فيديو جديد مفيد من انفوسفير غلاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.